جميله، سنين انا لعبت حوالي 17 دوري عام الحمد لله، بدايه من 73 وبطلت 89. كان ليا الشرف ان انا احضر اجيال، جيل الكابتن شحته وعرابي الله يرحمه، بوب الله يرحمه، عادل البابلي ومحيي وفكري مرسي واحمد عوب وسمير مخيمر، وبعدين جيل بقى عمر والاسناوي وعيد والثعلبي. الذكريات جميله، وبعدين كفايه ان انا لعبت ضد بيبو وضد انور سلامه وضد مصطفى عبده وماهر همام واكرامي، حاجه عشره جميله ولاعيبه كوره لو موجودين في الزمن ده بيبو ده يساوي مثلا مليار. الاهلي مخطط صح، الاهلي ماشي صح، الاهلي دايما سابق كل الانديه. مش عشان بتكلم في قناه الاهلي، دي كلمه حق بقول، الاهلي سبق الناس بكتير قوي، زي التكنولوجيا زي اليابان كده، سبقت الناس في التكنولوجيا، الاهلي سابق بخطوات كتيره قوي كل الفرق.